الجميله حورية فرغلي، برحب بيكي النهارده معايا في اخباري. ربنا يخليك، ميرسي. انا مبسوط وكل الناس مبسوطين بعودتك للساحه الفنيه، وكمان وسط اهلك وناسك وكل جمهورك. عودتي للحياه اصلا الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر. مبسوطه قوي ان انا معاكم. هي فنانه عينيا بتتكلم، فرحانه جدا ومش مصدقه الاحتفالات ومش مصدقه الناس بتحبني كده، ومش مصدقه الدعم المعنوي. وهم على فكره السبب اللي خلوني اعافر واعمل بدل العمليه 4 واسافر واتعذب واجي عشان اجي، هم السبب. فيا رب اكون عند حسن ظنهم يا رب. كل السيدات على السوشيال ميديا كلهم بيقولوا حورية فرغلي ملكة القوة دلوقتي. أنا مالي، ربنا يخليك ربنا يخليك، ده من ربنا الحمد لله. كان لازم ترجعي، احنا كلنا بنحبك. ربنا يخليك يا رب، ميرسي. أولا الجاليري تحفة والفكرة تحفة والجمهوري وحشتوني جدا جدا جدا، ومحضرة لكم مفاجآت أرجع لكم بيها وهيبقى بشكل جديد. وانا العمليه لسه باينه قوي يعني، ف ميك اب مغطيها، بس شكلي هيبقى احسن ان شاء الله بعد يعني شويه. واقول لهم كل سنه هم طيبين. عايزين نعرف سر اصرار حورية فرغلي على العوده بمسلسل براءه. لا، هو مش هو، كان اوريدي من 3 سنين انا ماضيه وكنت مصوره فيه، وبعد كده هم اختفوا وبعد كده رجعوا تاني. فاحنا اوريدي انا كنت ماضيه ومصوره فيه من 2 أو 3 سنين، فانا بكمله، بس بكمل عشان مش هخرب بيوتكم يعني. فهكمل هكمله علشان اوريدي صورت من كام سنه. زي الفل الحمد لله. لا مفيش خالص، لا الحمد لله. بس شهر 8 هروح لدكتور امريكا، بس يبص اصبروا بيقولوا ملالك وعزيز داري كل ما احب فيك بدمنك وبقيت مزاج انا بقالي في ايديك. كمان دعم كبير جدا طبطبه، لقيت الطبطبه، لقيت فعلا طبطبه. عايز اقول لك ان 3 أرباعهم انا ما اعرفهمش وما اشتغلتش معاهم، انما يعني ده برضو دول من الحاجات اللي ادتني الدعم والسبورت. بحبهم قوي 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 رغم اني ما قابلتهمش، واتمنى ان انا اشتغل مع كل واحد فيهم، ونفسي ابقى قريبه من كل حد فيهم. انا بشكرك جدا يا حبيبتي. ميرسي ربنا يخليك.